كشف أهالي مدينة رميلان في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا عن خطط تنظيم داعش للاستيلاء على مدينة الذهب الأسود كنوع من الاستراتيجية الحربية لتمويل عملياتها العسكرية من سرقات النفط الخام وبيعه في السوق السوداء، حيث تم استهداف تلك البلدة الغنية بمنابع البترول والتي تعد من أكبر وأكثر الآبار السورية مرارا وتكرارا بعد معارك عنيفة انتهت بالفشل أمام قوة الصد التي يتحلى بها المقاتلون الأكراد. اكتشاف النفط وإنشاء المديرية، مديرية الحقول في هذه القرية أو في هذه المنطقة أعطاها أهمية استراتيجية، وتوسعت هذه القرية وكان لها تأثير اقتصادي على جوار هذه المنطقة. نتيجة وجود هذه المديرية وهذه الحقول أصبحت الآن مدينة استراتيجية، مدينة كبيرة فيها تطور اقتصادي، تطور سكاني، تطور بكل المجالات. حتى مدينة رميلان أيضا خلال الفترات من سنة 67 إلى الآن توسعت وأصبحت مدينة نموذجية، واستراتيجيتها تنبع من طبعا بالدرجة الأساسية الحقول النفطية والغازية الموجودة في هذه المنطقة. هلا مدينة رميلان اسمها مديرية حقول الحسكة، عم نستثمر فيها كذا حقل نفط موجود فيه من آبار نفطية وآبار غازية، وعندنا نحن معمل الغاز الموجودة في المديرية وعنفات الشركة وعنفات الكهرباء. فهاي كميات الغاز والنفط الموجودة في رميلان يعني تشكل نسبة جيدة من النفط الموجودة في سوريا.